السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في حلقة بنحاول أجمع ليكم كل الحاجات اللي اتناقشنا فيها الفترة اللي فاتت في السبانينج تري، كل الفيتشرز مجمعة مع بعض، استخدمهم امتى وما استخدمهمش امتى، لو احنا عندنا نتورك زي كده، علشان ما نبقاش ان احنا بنقول فيتشرز معينة ولا ان احنا بنقول دروس منفصلة. ولا الهدف بتاعي خالص ان انت تعدي الامتحان او ما تعديش الامتحان، او الناس اللي كانت بتسال عن الضمز، انا قايل الناس ان هم اي سؤال عن الضمز يشيلوا خالص من الجروب. واحنا معانا ادمنز زي الفل، يعني شغالين معانا في سواء في الجروب على الفيس او معانا ادمنز تانيين زي الفل برضه شغالين معانا في الموقع. ليه الكلام ده كله؟ لان انا الغرض من عندي من الكورس ده ان انت تفهم الكورس دوت، وان يكون ليه تأثير قوي جدا على الشغل بتاعك، وان انت تقدر تطلع منه مهندس مميز. فانا عايزك تركز معايا جدا ازاي نبدأ نجمع الفيتشرز اللي احنا استخدمناها. اول حاجة احنا كنا بنتكلم خالص واحنا بنبدأ نسبانينج، نتكلم على الكونفيجريشن، كنا بنتكلم على الروت. الروت دوت من اهم الحاجات اللي عندي، مين اللي هيكون الروت بريدج. الروت بريدج دوت هيبقى دايما في الكور لاير، او لو انا ما عنديش 3 لايرز فهيبقى في الديستريبيوشن لاير. الكور لاير ديت اللي احنا لو احنا تفتكروا حلقات الديزاين الاولانيه اللي كنا بنقول ان هو بتبقى دايما سيريز عاليه وبيبقى فيها ريزيليانس عاليه جدا، وريدندنسي على ليفل الباور وعلى ليفل كل حاجة، يعني وعلى ليفل الروت بروسيسورز وعلى كل حاجة. فهو يفضل ان يكون دوت الروت بتاعك، مش بس ان انت تختار روت برايمري، لا انت تختار روت برايمري وروت سكندري. واحنا قلنا ان في كوماند ان هو روت برايمري، واحنا وي نوت ريكومند الكوماند دوت، وان الافضل ان انت تختار سبانينج تري في لان من واحد مش عارف ايه بريوريتي 0 والتاني بريوريتي، تاخد اول رقم بعد الزيرو. يبقى دي اول حاجه بنتكلم عليها، ان انت تختار الروت بتاعك. تاني حاجه بالنسبه للاكسس لاير، هنيجي للانترفيسز اللي واصله بالاكسس، هنحط عليها كوماند على اي انترفيس من الانترفيس دول اسمه، لو تفتكروا معايا switch port host. switch port host دوت بيطبق 3 command، اول حاجة بيخليه access، تاني حاجة بيخليه port fast، والبورت fast ديت بتوفر بيسيف عندي 30 ثانية، تالت حاجة بيديسيبل الايثر تشانل. نسيت اقول انا في الحلقة اللي فاتت ان ده بياخد 15 ثانية. دي كلها حاجات علشان تظبط النتورك بتاعتي. تالت حاجة انا بريكومند ان انت تشتغل من دي 1 على رابيد سبانينج تري. هاوفر لو احنا شغالين مالتيبل سبانينج تري، فاحنا محتاجين على الانترفيسز بتاعه الاكسس اللي هي واصله على الديستنيشنز مش الديستريبيوشن ولا الكور، ان احنا نكونفيجر ابلينك فاست. طب ليه احنا بنحطها على الاكسس دي؟ دايما نقول على الاكسس سويتش، على الاكسس سويتشز مش الاكسس، ده اكسس، ده انترفيس اكسس، ده احنا بنحطها اكسس لير على انترفيس بتاع الهوست، ده على الاكسس على الانترفيس بتاع السويتش. طب ليه الاكسس؟ علشان احنا لو تفتكروا في الابلينك فاست كنا بنقول ان احنا بنعلي البريوريتي بتاعته، فانا مش عايز حد يعدي على الترافيك على السويتش بتاعي عشان اخرج من الالكشن وابقى سريع في الاختيار بتاعي، وده مش هينفع يكون الديستريبيوشن ولا الكور بتاعي هو كده، لان الراجل دوت المفروض ان هو يكون الناس كلها بتعدي عليه. و بتستخدم الفيتشرز اللي بعد كده امباك بون فاست،
باك بون فاس ديت بتسيف فيها الماكسيمم اش بتاعك، بس هنا في حالة انا اسف، في حالة ان انت you don't use fiber، لان انت ممكن الفايبر دوت تاخد منه اللوب لو تفتكره. في الحالة ديت هنبقى محتاجين لو انت عملت لوب ديكشن فهي عكس باك بون فاست، فهي يبقى في الحالة ديت تعمل يو جي ال دي. طيب الافضل من الكلام ده كله ان انت تكونفيجر الرابيد سبانينج تري. هتبقى محتاج تكونفيجر بلينك فاست والباك بون فاست لو انت مش هتعرف تكونفيجر الرابيد سبانينج تري، كانت سيسكو وانت مش هتعرف عنها حاجات مش سيسكو، فهتشتغل رابيد سبانينج تري. ايه تاني كنا بنحاول نشوفه الفترة اللي في الحاجات التانية بعد ما تبيلد الكلام ده كله؟ هتيجي على الانترفيسز الاكسس. ستة الاكسس انترفيس، انت اوريدي حطيت عليها بورت فاست صح؟ فتيجي جلوبالي وتحط تو كوماند سبانينج تري بورت فاست، بيبيديو جارد انيبل. انا خطي احلى من كده بكتير والله، ثواني الكتابة هنا صعبة. لا يعني انا مش بالسوء ده، انا حاول اثبت لكم. وهي هتعمل سبانينج تري بورت فاست بيبيديو فلتر انيبل. ده دول هتحطهم مع بعض ليه؟ علشان الانترفيس الاكسس اللي هو كان الانترفيس دوت اللي المفروض ان هو واصل بيه سيرفر، مش محتاج ان انت تبعت له بيبي جو، فعشان كده اعمل له فلتر وهو مش بيبعت بيبي جو. طب انا حاطط فلتر علشان ملهاش لازمه ان هو ابعت له بيبي جو، والبيبي جو ديت هتقول له ما ابعت له ديت ممكن تضره، وبيحصل ان في بعض السيرفرز بيحصل لها بعض المشاكل ديوتو البيبي جو ديت. لا مش بس كده، اول حاجه ان انا مش عامل على الانترفيس دوت بورت فاست، فكل فلابنج في الانترفيس الاكسس دوت بيعمل تشينج في النتورك كلها. فلو في سيرفر لسه بنوصله وعايزين نفك الكابل ونحطه ونسست ويسسموا الكابلات ومش عارف ايه، الفتره دي بتحصل فلابنج كل شويه، تبعت نوتيفيكيشنز في البيبي ديو من كتر البيبي ديو دي على بعض السيرفرات. في بعض السيرفرات فعلا الترافيك بتاعها بيتاثر، فالافضل ان يكون بورت فاست. بس في مشكله هنا لو تفتكروا في الحلقات الجارد، ان ممكن واحد يوصل هنا سويتش باي ميستيك، ففي الحاله ديت لقد وقعنا في فخ ان هو وصل لي سويتش على انترفيس بورت فاست وانا مش مدي اخوانه. however ان وانت بتكونفيجر بورت فاست طلع لك ورنينج مسج، اوعى توصل سويتش او بريدج او كونستريتور او اي حاجه في الحاجات ديت. عشان كده احنا دايما نيجي نكونفيجر هنا بيبي جو جارد. البيبي جو جارد ديت لو شمت بيبي جو خلاص هتقفل لك البورت، مع العلم طبعا ان هو لو حاجة مش بتطلع بيبي جو فانا مش هعرف، مش حاوي يعني. طيب الانترفيسز الكور
انا قلت ان احنا بنحط عليها بريوريتي زيرو ونختار الروت سكندري كل الانترفيسز. كل الانترفيسز زيت هعمل عليها روت جارد، ان انت لو لقيت اي حد بيحاول يخش يبقى روت وقع الانترفيس دوت فورا علشان نبدأ نحافظ على الروت بتاعنا. طبعا هنوصل هنا، هنوصل هنا اكيد اكتر من لينك وهنعملهم ايثر تشانل. وقلنا بلاش تعملها مود اون، بلاش تعملها مود اون لان مود اون ديت ممكن تعمل لك مشاكل، فخليها دايما لاما بي اي جي بي ودي سيسكو او ال اي سي بي. فاحنا قلنا خلينا في ال اي سي بي، مش شرط تبقى سيسكو علشان لو حاجة تانية دخلت معاك وتبقى انت دخلتها واحنا وهو باي ديفولت بيبقى حاطط كومنت بيحمي النتورك بتاعتك. لو انت شايف ان انت النتورك بتاعتك عليها فيلانز كتير جدا وخايف ان هو ملهاش لازمه كل البير فيلان سبانينج تري، او سبيشالي لو انت هتوصل النتورك بتاعتك على حاجه نان سيسكو ممكن تزود على دول. انا مش عارف انا راح فين. هتحط في الاخر هو مش عايز يكتب معايا ال MST. هو ما كانش عايز يكتب في القلم. هتكونفيجر ال MST multiple spanning tree ديت هتوفر معاك بروسيس، هتبقى لو بروسيس وهتأدي نفس الغرض بتاع بير فيلان سبانينج تري. وميزاتها التانية ان هي ستاندرد، فهي اي تريبل اي، فهتعرف تشتغل مع كل الفيندورز التانيين كده. يبقى احنا خلصنا ريدندنسي، هنخش على المالتي لاير سويتش. اتمنى ان يكون الجزء اللي فات كان كويس وشيق، واتمنى ان تكون النقط تراجعوها كويس جدا. يا ريت رجاء تاني حتى اللي اتفرج على الحلقات يرجع يتفرج عليها مره تانيه قبل ما نخش على الجزء التاني علشان نبدأ بقى ننتقل لحاجات جديدة قوي. اعتقد الفترة كل التوبكس اللي جاية انت ما سمعتش عنها لو انت ما كنتش خدت كورس سويتشنج. طبعا لو خدت كورس سويتشنج فانا وعدك ان شاء الله ان انت مفيش حلقة هتفوت الا وانت بتاخد معلومة زيادة، وانا ببقى حريص على كده جدا، وحريص ان انا اوصل لك المعلومة باسهل طريقة، وحريص كمان ان انا اجيب لك كل المعلومات اللي اقدر عليها علشان تقدر توصل لاحسن حاجة ليك. و في الاخر خالص ما تنسونيش من دعوة صالحة لكل اللي انا حاولت اعمله دوت، وادعوا ان احنا ان شاء الله نقدر نكمل سوا على القناة بتاعتنا وعلى الموقع بتاعنا، وان شاء الله نعمل حاجة كبيرة جدا. في دماغي حاجات كتير قوي نفسي اعملها، ونفسي اشرح كورسات كتير واعمل حاجات توبكس كتير. فادعوا لي ربنا ييسر ان شاء الله. اشوفكم على خير. ما تنساش تشترك معنا في القناة بتاعنا. اوعى تكون بتتفرج علينا وانت مش عامل سبسكرايب. الحق خش سبسكرايب على الشانل بتاعتنا فورا دلوقتي، وخش على الموقع بتاعنا وسجل في الموقع بتاعنا www.mohammadsameer.com. اشوفكم على خير.